الواحد امين. هنقرا انجيل النهارده كده بسرعه اللي اتقرا علينا من انجيل معلمنا يوحنا الاصحاح السادس. وفي الغد لما راى الجمع الذين كانوا واقفين في عبر البحر انه لم تكن هناك سفينه اخرى سوى واحده وهي تلك التي دخلها تلاميذه وان يسوع لم يدخل السفينه مع تلاميذه بل مضى تلاميذ وحدهم غير انه جاءت سفن من طبريه الى قرب الموضع الذي اكلوا فيه الخبز الشكر الرب. فلما رأى الجمع أن يسوع ليس هو هناك ولا تلاميذه دخلهم أيضا السفن وجاءوا إلى كفر نحوم يطلبون يسوع. ولما وجدوه في عبر البحر قالوا له يا معلم ماذا صرت هنا؟ أجابهم يسوع وقال الحق الحق أقول لكم أنكم تطلبونني لأنكم رأيتم ليس لأنكم رأيتم آيات بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان لأن هذا الله الآب قد ختمه. والمجد لله دائما أبديا أمين. هو اللي هي الكلمة اللي عليها يعني هدف الإنجيل النهاردة اللي هي الآية 27. اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. يبقى الكلام على الايه؟ الطعام صح؟ ليه؟ عشان الصيام جاي فكله بيفكر فاضل لنا كم يوم ويعني بنحسب وحاجات زي كده فبيقول لنا كده اعملوا لا للطعام البائد ولكن للطعام الباقي للحياة الأبدية. الحقيقة ده يعني مبدأ مهم جدا جدا ولكن بيتوه عننا ويعني مش بناخد بالنا منه. هو ان احنا فعلا احنا هنا زوار على الارض زي ما قال كده غرباء ونزلاء غرباء ونزلاء ويقول كده ليس لنا هنا مدينة باقية ولكننا نطلب العتيدة. واي انسان يغفل عن هذا المبدأ او هذا الحق ده يسموه الحق الحق الكتابي يعني او حق الله اللي يغفل عن هذا الحق يصير عبد لهذا العالم. ولكن تعرفون الحق والحق يحرركم. فاللي عايز يعيش حر وسعيد في هذا العالم لازم اللي هيحرره ان هو يدخل الكلام ده جواه. الكلام ده احنا بنقوله وبندخله من هنا وبنطلعه من الناحية التانية بس احنا الموضوع ده بعيد عننا خالص بدليل ان الوقت الوحيد اللي بنتكلم فيه عن السماء امتى؟ الوقت الوحيد اللي بنتكلم فيه عن السماء تقريبا يعني امتى؟ لا يا ريت في الصيام. في الصيام بنتكلم عن الاكل عشان كده دي الآية. انما يعني بعيد عنكم ما حد يتوفى نبتدي نتكلم عن السماء. يعني الكلام عن السماء دايما كئيب كده بيجي ما بس حد توفى او حاجه لان دي مش حاجه طبيعيه. ما حدش وهو عايش في يومه كده سماء ايه وبتاع. احنا عندنا بيلز او زي ما بيقولوها بلات. عندنا حاجات عايزين ندفعها وعندنا مسؤوليات وكده يعني. ولكن طول ما هذا الحق مش داخل جوه الانسان الانسان سيصير عبد ويبقى تعبان طول عمره ويبقى متحير ويبقى ماشي من حاجة لحاجة لحاجة وعمال يتخبط. وأصعب حاجة إن هو ما يفهمش أي حاجة ربنا بيعملها في حياته. يقول كده سفر الجامعة يقول صنع كل شيء حسنا جدا ووضع الأبدية في قلوبهم في قلوبنا احنا يعني وضع الأبدية في قلوبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان ما يفعل الله من أول الأمر إلى آخره. يعني الإنسان من غير فكر أو مبدأ الأبدية والحياة الأبدية والوطن الحقيقي السماوي لا يمكن هيفهم عمل ربنا خالص ولا يفهم ليه ربنا بيعمل ديت ولا ديت ولا ليه الظروف اتغيرت بالشكل ده ولا ليه ربنا وداني من مكان لمكان ولا يفهم حاجة ولا يعرف ليه هو عايش هنا ولا في البلد ديت ولا ليه ربنا اداله ولاده ويشوف كل حاجة بالنسبة له حمل. كل شيء يبقى تقل وحمل ويبقى منتظر وقت اللذة. وقت اللذة بقى كل واحد يحدده. واحد لذته في الشرب واحد لذته في الخروج واحد لذته في التي في. يبقى زي ما بيقول كده احنا عايشين بنستنى الويك اند. تسمعوا دي كتير يعني واحد كل امله بس في الويك اند. طب انت هتعمل ايه في الويك اند؟ اعمل حاجة اللي على مزاجي حاجة اللي تريحني.
فالإنسان يتحول بيسموها كده يتحول من السعادة إلى اللذة. الإنسان اللي مش سعيد بيبقى عايز يسعد نفسه أي حاجة يعني تديله لذة، إذا كانت أكل إذا كانت شرب إذا كانت خروج، حاجات كلها، ولكن يعيش الإنسان عبد لهذه الأشياء. ويعني مش دي المشكلة، أهو كله ماشي يعني وخلاص، ولكن يبقى الإنسان مش مدرك الهدف ولا فاهم أعمال الله في حياته. طب ليه ربنا خدني من حتة دي لحتة دي؟ طب ليه وداني من دي؟ ليه طلعني من دي دخلني في دي؟ ليه ده؟ ليه أنا في الحتة دي؟ طب ليه الولد ابني دوت الكبير غير الصغير؟ طب ده بيعلمني إيه؟ وده هدفه إيه؟ وده التي بلاها لا يدرك الإنسان أي شيء أو أي أمر من أوله إلى آخره، لأن الأبدية ليست في قلوبهم. فطيب هنعمل إيه في الموضوع ده؟ قال سهلة جدا، هو ربنا يسوع المسيح جه قال أنا عايزين تدخلوا الأبدية جواكوا تاني، أنا أدخلها لكم، بس تعالوا معايا البرية، لأن هو هيدخل في الصوم دوت إلى البرية، وبيشجعنا كلنا إن احنا ندخل البرية. الموضوع ده على فكرة شيء حقيقي جدا جدا جدا، إن كانوا المسيحيين ده، أنا مش بتكلم على الناس الرهبان والكلام ده كله، المسيحيين ييجوا في الصوم الكبير وتلاقي كل واحد يشوف له حتة يهرب فيها، اللي يروح البرية دي واللي يروح الجبل ده واللي يروح مش عارف المكان ده، والرهبان كانوا يطلعوا من الأديرة ويروحوا في المغارات، لأن المسيح كان في البرية، فإحنا لابد أن نصل إلى البرية. طب البرية دي هتعمل إيه؟ قالك لا، البرية دي بقى هتنقي الواحد تماما وتحوله من الاهتمام من الطعام البائد اللي هيضيع إلى الطعام الباقي للحياة الأبدية. في مشكلة كبيرة بتواجهنا، إن طعام الحياة الأبدية في بقنا طعمه وحش، بلاش وحش، طعمه ماسخ ملوش طعم. عشان كده الصلاة الإنجيل الحاجات دي تقيلة شوية على الواحد. ليه؟ لأن طعام الحياة الأبدية لساني مش متعود عليه، مش مستطعمه، وده شيء طبيعي، شيء طبيعي طول ما احنا عايشين على الأرض. بس هل ده هيتغير مع الوقت؟ هل أنا بعود نفسي وحياتي على استطعام الطعام الروحي لغاية ما يجي وقت أتمتع فيه بيه؟ يقولوا كده، طول ما الإنسان وراء المتع الجسدية لا يمكن يقدر يستطعم الأشياء الروحية خالص، لا يمكن. لازم الأشياء الجسدية تقف واللذة تقف شوية علشان الإنسان يبتدي يستطعم الشيء الروحاني. طبعا ده مبدأ خطير جدا، أما الأهل ما بيدركوش المبدأ ده يسيبوا العيال على راحته. الولاد مش عايزين يصلوا، خلاص مش عايزين نضغط عليهم عشان ما يتعقدوش. طيب الولاد مش عايز يروح المدرسة، ما تضغطش عليه عشان ما يتعقدش من المدرسة، خليه قاعد في البيت. ينفع؟ ينفعش. هيروح يعني هيروح، ده لو ما راحش البوليس يجيبه. هو نظام كده. بس نيجي عند الحاجات الروحية، لا لا لا، ما هيتعقد، بلاش الضغط وبلاش الحاجات دي، لأن أنا مش عارف دوت إن أنا لازم، أنا عشان أستطعم الحاجات الروحية لازم أوقف المتعة الجسدية، لازم أقول للجسد لا. في حين إن ربنا بيقول الذي يعطينا كل شيء بغنى للاستمتاع، يعني هو ربنا عايز الإنسان يستمتع بس ما يبقاش عبد لهذه المتعة، ما يبقاش عايش عشانها، تبقاش هي ديت الهدف، لأنها عمرها ما هتعمل الإنسان سعيد، ولكن هتخلي الإنسان عبد لهذا الأمر. إذن ده مبدأ أساسي، عشان الإنسان يستطعم الأشياء الروحية لازم يوقف شوية الأشياء الجسدية اللي هي طبيعية، مش الحاجات الوحشة ولا الغلط، لا لا لا، الحاجات العادية خالص زي الأكل. هو الأكل ده، الأكل ده ده أساسي. طب ليه ربنا يقول لنا نوقف الأكل؟ أنا بقول الأكل عشان لما نقول نوقف التي في ولا نوقف الجيمز للولاد والحاجات اللي زي كده. الحقيقة في موضوع كسر قلبي، كسر قلبي بصراحة. يعني مرة رحت
يعني في مناسبة كده هوت، أنا تقريبا بروحش زيارات خالص لضيق الوقت، ولكن في كان في مناسبة فروحت زيارة، لقيت عيلين في سن 9 سنين ماسكين الايباد وكل واحد قاعد على جيمز ادكتد ليه، فاتغصت فروحت بقيت اغلس على الولاد احاول اكلمهم ما يكلمونيش، اروح حاطط ايديا على الايباد اوقفها، الولاد يعني ادكتد قوي. فطب رحت اشتكي للاهل، طيب لقيتهم بيقولوا لي يعني لو عندك حل قول لنا عشان احنا ما مش عارفين نعمل ايه. فانا بصراحه يعني تعبت الاولاد دول، لان طبعا ده هيبقى عايش عبد للذه الجسديه والمتعه اللي هي دي حاجه بنسميها كده، بيسموها في العلم استامينا. استامينا يعني الولد دي بقى لازم يبقى في ستيمولس اول ذا تايم، في حاجات تغذي، حاجات دخل على طول، ودي تعمل نوع من الاي دي دي وتعمل مشاكل صعبه جدا نفسيه وفي العلاقات وفي الشخصيه وخاصه روحيه، ويبقى الانسان عبد للاشياء ويبقى دايما عايز حاجه من موفي ايه ده لا يمكن هذا الطفل ابدا يستمتع بالامور الروحيه ولا يوصل ليها ولا يدوقها نهائي، لا يمكن، لازم ده يقف الاول، مش ده يقف عشان ده، لا هو ده لازم يقف عشان يعني عشان هو ربنا عايز كده، ربنا عايز كل حاجه تبقى بنظام، كل شيء بترتيب. بولس الرسول بيقول لو كان بينكم اخ بلا ترتيب، واحد مش منظم يعني يشتغل كتير ما يشتغلش خالص، كسول، قال ابعدوه، انسان بلا ترتيب ما يكونش موجود ما وسطكم، لان احنا شعب الله، احنا شعب مقدس. فالمشكله تبتدي منين؟ تبتدي ان من كتر الحاجات اللي حوالينا بقى الانسان عايش في الخارج وبقى مستمتع بالامور الخارجيه، وصعب عليه جدا جدا ان هو يجوع ويعطش للامور الروحيه. فلو احنا منتظرين احنا اولادنا نجوع للامور الروحيه، ده عمره ما هيحصل. ولكن زي ما ربنا يسوع المسيح ترك كل شيء، مش معناه العالم وحش، ده هو جاي عشان يخلص العالم، ولكن في سيزون معين ذهب الى البريه، وكل انسان مسيحي لابد ان يتبع سيده ويذهب الى البريه، علشان مش قصدي بقى البريه يعني الصحراء، ولكن المكان اللي ما فيهوش حاجه خالص، ما فيش اي ستيمولس اون ذا اوتسايد، ما فيش حاجه بره واخده الاتنشن والاتراكشن، وحاجات كتير قوي من بره تقف، يبتدي الانسان يبص لجوه. لو تاخدوا بالكوا دلوقتي، لو واحد عنده دقيقه واحده فاضيه بيعمل ايه؟ انا دلوقتي مثلا منتظر حاجه، العربيه بتتصلح، عند الدكتور، عند حاجه، اول حاجه اعملها ايه لو عندي دقيقه فاضيه؟ خليكم امنا، طلع التليفون، برافو عليكم. طب عشان اعمل ايه؟ اي حاجة. ليه؟ ما اقدرش اقعد دقيقة واحدة. ما اقدرش اقعد لوحدي دقيقة واحدة. زمان كان يقولوا زمان يعني قبل بقى التليفونات والسمارت فونز والحاجات دي كلها، يقول لك الدكاترة والحلاقين والناس دي كلها تحط مجلات كتيرة عشان الناس ايه؟ ما تزهقش. ما يقدرش يقعد مع، بس ده العالم. ده العالم. ده مش انا. أنا مش زي بقية الناس، أنا مواطن سماوي ولازم يبقى لي اشتياقات سماوية واشتياقات روحية، وإلا هيجي وقت من الأوقات نقول طيب إحنا عايزين ولادنا يبقوا مؤدبين ومتربيين. طيب مؤدبين ومتربيين يعني يعمل اللي هو عايزه أدام مش هيأذي حد. طبعا حطوا تحت ده بقى إيه؟ كل حاجة ممكن تتخيلها ولا تتخيلها، حط تحته الجنس، المخدرات، أنا مش بأذي حد، ما بضايقش حد، أنا ما بجيبش ناحية حد، أنا إنسان مهذب ومحترم وعارف حدودي ويعيش الإنسان عبد للذات الجسدية اللي ما بتخلصش وما بتنتهيش، ويبقى غريب عن الله، متغرب عن الله، في حين إن إحنا غرباء لأجل الله، احنا
احنا لسنا من هذا العالم، احنا لينا وطن سماوي، احنا مش موجودين عشان نبقى موجودين هنا. ابراهيم ابو الاباء اول لما ربنا اختاره قال له مش عايزك تسكن في بيت، انما تسكن دايما في خيمه، مع انه ليه املاك وانسان غني، تسكن في خيمه دايما. ليه؟ لانك انت غريب، انت غريب. ده ربنا وعده بالارض، ارض الموعد اسمها حتى البروميس لاند. طب دي بتاعتك، هعطيكم الارض اللي تفيض لبنا وعسلا، تعيشوا فيها ايه؟ غرباء. هديك كل حاجه ولكن تتغرب عن كل شيء. يبقى عندك كل شيء وغريب عن كل شيء. ده مش، لا انا متعفف عن الحاجات دي، مش ده اللي هيريحني، مش ده اللي هيبسطني. زي ما المسيح كان جعان وقعد جنب السامرية وست ساعات وهي حتى ما ادتلوش بق مية، وبعدين التلاميذ راحوا بقى ايه يجيبوا اكل، اخيرا جابوا اكل وعايزينه هو ياكل اول، ما يصحش. فقالوا له يا معلم ايه؟ كل. وده في يوحنا، يا معلم كله، مش قلبهم عليه يعني، ما انت لو ما اكلتش انا مش هناكل، يا معلم كل. فسرح كده اقول لهم لا انا لي طعام اخر، انا لي طعام اخر. طبعا هم يتجننوا، حد اكيد حد جاب له، قالوا كده في يوحنا 4، فقالوا اكيد حد جاب له حاجه ياكلها، تفكيرهم برضو في الاكل. قال لهم لا، طعامي ان اعمل مشيئه الذي ارسلني واتمم عمله. يا امتى يجي اليوم بقى اللي احنا نقول دوت، طعامي ان اعمل مشيئه الذي ارسلني واتمم عمله. انا كده مرتاح، انا كده مرتاح. مش اما الناس بقى تسكت وتبطل وده يبعد عني وده يسيبني في حالي وده يعمل لي وده يعمل اللي عليه وده يقول اولاد يتصلحوا. لا، مشيئه ان اعمل مشيئه الذي ارسلني. وربنا يسوع المسيح لما راح البريه جاوب الشيطان، قال له كده، قال له ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله. امتى يجي يبقى ده طعامي؟ ان كلمه ربنا هو ده اللي انا عايزه. اصحى الصبح جعان للكلمه، مش جري على القهوه والشرب والاكل والحاجات دي كلها. مش بنقول الحاجات دي غلط خالص خالص خالص، ولكن ماذا سيكون جوعي وعطشي واشتياقي؟ توبى الجياع والعطش الى البر لانهم اشبعون. دول الوحيدين اللي هيبقوا شباعه. طيب الناس ده ما بيدينيش وده ما بيعمليش وده ما بيقومش بواجبه وده ما بيهتمش بيا، لا 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 لا، هو انا مش الحاجات دي ولا حاجه من الحاجات دي تشبعني، انا اخد منه وادي الكل. طب ازاي؟ لازم اوقف، ابتدي ادرك ان العالم بيشفطني بيبلعني. مغريات هذا العالم، من صار محبا للعالم او من احب العالم صار، ها صار ايه؟ مش عايز اقولها انا عشان تقولوا ده ابونا اللي مخترعها. من احب العالم صار ايه لله؟ قولوها كده بصوت عالي شويه، صار ايه؟ لا لازم نقرا الانجيل شويه، عدوا لله. طيب نرجع لاولى ابتدائي، احنا في الصوم كل واحد هيقرا قد ايه؟ المسيحيين كانوا يقروا الانجيل كله في الصوم الكبير، كله من اوله لاخره، ياخدوا العهد القديم كله لغايه اسبوع الالام. واسبوع الالام احنا بنقرا فيه طبعا العهد الجديد كله، لو انتم ما اعرفش انتم تعرفوا كده لا، بس في اسبوع الالام بنقرا العهد الجديد كله. كل يوم من الايام بنقرا انجيل من الاناجيل، لو حد بيحضر الوسخه بنقرا انجيل في كل يوم، بنقرا بنقرا سفر الرؤيا في ليله ابو غلامسيس، وفي النص كده بنقزقز على الرسائل والحاجات اللي زي كده يعني. ما هو احنا ما بناكلش، صايمين وصايمين لغايه متاخر، طب هناكل ايه؟ هناكل هذا الطعام الروحي. يقوم الانسان يدرب نفسه يبقى جعان وعطشان لكلمه الله. الفكره بقى اول لما بنفطر مش بقى ايه خلاص ادرب نفسي بقى ده طعامي. ما الكنيسه بتقول لك ايه بعد عيد القيامه؟ تقول لك كل زي ما انت عايز. ما حدش بيفهم القصه دي، مش كل زي ما انت عايز تبقى انت تاكل زي ما انت عايز. تقول لا، ما خلاص انا هتعفف من غير ما يبقى في صيام، انا اكلي كده يعني هيقل، وانا مش يعني مش لازم ابتدي يومي بالاكل، لا انا ابتدي يومي بالصلاه وبالانجيل وكده. فيبتدي الانسان يتحول من لذه
العالم ومذاقته إلى مذاقة الروحيات، أعماله للطعام الباقي للحياة الأبدية. أنا ما أعرفش أنتوا بتعرفوا الحاجات دي ولا بتعرفوهاش، ولا بتشوفوا ناس ولا بتشوفوش، ولكن في خلال الشهرين اللي فاتوا دول كل إنسان سمعت جاله كانسر بعيد عنكم يعني كان في العشرينات أو الثلاثينات، حاجة غريبة جدا يعني. أنا بلا استثناء يا العشرينات يا الثلاثينات، كل واحد صلي لابن عمي مش عارف فين، طيب حاضر اسمه ايه كذا كذا، ده 19 سنة يا ربي، ده 22 سنة، ده 39 سنة، ده انتقل. فالشاطر اللي يعرف ان هو ده ما يضيعش ايامه. لا تكونوا اغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة، مفتدين الوقت. ففي وقت مقدس جدا ومهم جدا جاي علينا نخرج فيه إلى البرية ونقول له رب غربني عن كل شيء أرضي، ولا يبقى جزء في قلبي لناحية الشغل ولا ناحية أولادي ولا ناحية أولادي، لأن أنا يوم ما جبتهم المعمودية هم أصبحوا أولاد الله، وأنا بقيت ما بقيتش أب ولا بقيت أم، أنا بقيت شبين. عشان كده يقول الكنيسة تسميهم الأشبين، أنا مش أب ولا أم، خلاص دول أولاد الله، أو لما تعمدوا أنت المسؤول منهم، أنا مجرد جارديان شبين ياخد باله بس من زي بيبي سيتر كده، إنما هو الله، هو الأب وهو اللي يربي، هو اللي يقول يعمل إيه، هو اللي قرر ده يأكل ولا ما يأكلش، ولا ده يصوم ولا ده يروح ولا ده يجي وهكذا. فيتغرب الإنسان حتى عن أسرته وحتى عن أولاده، مش يتغرب يعني يسيبهم لا، بس ما يبقوش ما يبقاش قلبي مكسور عليهم، ما يبقاش. أنتوا عارفين طبعا أن أغلب المشاكل الزوجية اللي بتحصل بسبب تدخل الأهل، الأهل بتتدخل ليه؟ بيحبوا ضناهم، حتى لو ضناهم ده بقى 55 سنة لسه ضناهم اللي بيخافوا عليه وعايزين يحموه من زوجته الشريرة ولا من زوجه الشرير، وبيتدخلوا محبة، بس هي محبة أرضية نفسانية غير روحية، سببها الالتصاق والارتباط الزيادة، لأن الإنسان مش شبعان، الإنسان لسه ماسك ومتعلق، يمسك شوية في العيال ويمسك شوية في الحاجة ويمسك ده ويمسك في ده، عايز سيكيوريتي من أي حاجة، جعان لكل شيء وعايز يستوطن في أي شيء. الإنسان يحب يستوطن الأرض، عايز يحس ده عيلتي، دي حاجتي، ده مكاني، ده لا لا لا، ده لهو ده بيتي، ولا ده مكاني، ولا ده، ولا دي عربيتي، ولا دول أولادي، أنا غريب، غريب ونزيل في هذه الأرض، زي ما كانت الترنيمة بنقول أنا مش من هنا، أنا لي وطن تاني. حتى ما نستوطن السماء، حتى ما نستطعم الأمور الروحية، حتى ما نتغير يوم بعد يوم، ما يبقاش عمالين نكلبش في الأرض يوم بعد يوم. حاجات الأرض، أنا مش بقول حاجات الوحش، أنا ما بقولش نمسك في الفلوس، أنا كل اللي بقوله دلوقتي نمسك في حاجات، نمسك في ناس، نمسك في أولادنا، نمسك في لذات. لا، غربني يا رب عن هذه الأمور ودخلني معاك إلى البرية. فإحنا تهيألي لو إحنا دخلنا من هذا المبدأ في حاجات كتيرة قوي عندنا في الصوم هتتغير، صح؟ فيبتدي الولاد بدل ما بيعودوا على الحاجات الجيمز والحاجات الكتيرة ديت، أنا هقول لكم فكرة حلوة خلاص، هو عايزين يلعبوا على الجيمز، طبعا لازم تبقى ليميتد، ومع انها ليميتد نقول طيب مع كل 5 دقايق هتلعب في الحاجه دي، عايزين 5 دقايق قرايه في الانجيل جنبها. ليه؟ عشان يا ابني انت مش من هنا، انت ده احنا ناس روحيين، احنا مش ارضيين، والحاجه ديت لازم تدخل جواك. انا مش بفهم، مش مهم تفهم، بس المهم تعمل اللي عليك، اقرا ده الاول. مش عايز خلاص مش هتلعب. انا مش عايز اقول لكم الحاجات الصعبه تقولوا ده ارهابي. الناس زمان ما كانتش بتاكل عيالها لما تخلص الواجبات اللي عليه، والواجبات ديت المفروض اساسا واجبات روحيه اساسا يعني،
لان انا عايزه يكبر، انا شبين، انا مسؤول قدام الله، فلازم اضغط عليه واغصب عليه، ومش هيكره الحاجات الروحيه ابدا ابدا ابدا، طول ما انا بعملها بفهم، طول ما انا بعملها بمعنى، طول ما انا بشرح اللي بقوله دوت، وطول ما انا بعمل ده مع نفسي، انا بضغط على نفسي علشان ما بقاش عدو لله. من احب هذا العالم صار عدو لله. يبقى كل يوم اما يكبروا ما يكبروش يبقوا جعانين، كل يوم جعانين لحاجات اكتر واكتر واكتر، وزي ما انتوا عارفين الجوع للحاجات ديت عمره ما بيشبع يعني. انما يبتدي الحاسة الروحية تشتغل، والمعدة الروحية تشتغل، تبتدي توسع، تبتدي تجوع لله، تجوع للحاجات الروحية. يبقى فعلا نفذنا الآية: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. ففي حاجات هنوقفها، ما ينفعش برضو نوقف الجيمز واحنا على الفيسبوك على طول. انا مش بقول لأ للفيسبوك، بس نصوم من الفيسبوك الوقت دوت لو قضيناه في الانجيل. نغصب نفسنا. طب انا زهقان، كنت بقول للولاد دوت في الجيم، اقولها لكم عشان تبقوا عارفين: I'm bored to death. حلو قوي ده، دي بدايه الكلام. اول لما يبقى بورد يبقى هيبتدي ربنا يشتغل، لانه ما فيش حاجه حواليه. هي الـ هي هي الصحراء فيها ايه؟ الصحراء فيها فش حاجه. والمسيح بيقول تعالوا معايا للبريه. في ايه في البريه؟ ما فيش حاجه، كل يوم زي التاني، مفيش اي حاجة موجود. طب هنزهق. هتزهق من اللي بره، فهتقوم هتدخل جوه، تدخل جوه تقابل يسوع وتتحد بيه وتحبه. ويبقى اللي بره دوت لو عم فرشهولك كل يعني ملذات الارض، تقول لا انا خلاص وجدت الجنة الحقيقية، انا وجدت الفرح الحقيقي. فلازم هيبقى فيها زهق طبعا، ولازم هتبقى تقيلة طبعا، لأن الملذة الجسدية صعبة جدا وماسكة فينا، كلبشة فينا. لو عملت لنفسك يوم واحد بس تقول فيه أنا مش هستخدم التليفون إلا الأشياء الضرورية، ما فعلا أنا عايز أعمل حاجة، لقى نفسك يعني كأن في أرتكارية، كان في حاجة، في حاجة بتاكل الواحد لأن متعود على حاجة تانية. فطبعا هتبقى صعبة شوية في الأول، لغاية شوية شوية لقى ده، ده في حرية، الاقي في انفتاح في الفكر، الاقي في كرياتيفيتي، الاقي الواحد بيكلم ربنا، بيفهم حاجات، بيلاحظ حاجات لاول مره، بدا يدخل الى الحياه الداخليه، بدا يشعر بالاخرين، مش عايش على مستوى الحياه الخارجيه. ربنا دعينا لهذه الدعوه لان احنا غرباء ونزلاء. العهد القديم كان اسبوع في السنه يسموه عيد المظلات. مظلات يعني تنز، خيام يعني. كانوا شعب بني إسرائيل يطلعوا برا البلد ويعيشوا في الخيام لمدة أسبوع. ليه؟ عشان تعرف حبيبي أنك غريب ونزيل، لا ده بيتك ولا ده حاجتك ولا ده مكتبي ولا ده سريري ولا لا، مالكش حاجة خالص، أنت غريب ونزيل في هذه الأرض. فإحنا مدعوين في الأربعين المقدسة ديت والصوم المقدس ان احنا برضو ايه نتغرب. فطول ما يبقى قدامنا هدف حلو لينا والبيتنا والأولادنا، اعتقد هيبقى الصوم مفرح وهيبقى فيه فرح داخلي. صحيح المعدة تقرص شوية ويبقى فيه صداع شوية، كل ده هيروح في اول كام يوم، في اول اسبوع اتنين بالكتير، ولكن يبقى في شيء روحي، في انفتاح، في بصيرة، في نعمة، في أشياء كتيرة قوي مش خارجية ولكن داخلية، تحرر الإنسان بهذا الحق الإلهي. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يديم عليكم هذه الأيام المقدسة وتبقى يعني بركة لكل لينا كلنا. يعني برنامج الأسبوع موجود.